ان شاء الله النهارده هنشتغل سيرمو اللي هو شابتر 3 الجاس توربين، ودي تعتبر سايكل جديده. يعني احنا مثلا في الشابتر الشابتر الثاني درسنا مثلا اوتو سايكل وديزل سايكل ودول سايكل، وقلنا دي سايكلز اللي بتعتبر الاساس النظري اللي بتتبني عليه انواع من الهيت انجنز. قلنا من امثلتها مثلا محركات الاحتراق الداخلي زي العربيات اللي موجوده بره او محركات الديزل. فالشابتر ده برضو بيتكلم على هيت انجن جديد، هيت انجن اسمه جاس توربين. معايا؟ الجاس توربين دي ده نوع من الهيت انجنز اللي اشتغل عليها زي محركات الاحتراق الداخلي، بس الهيت انجن ده له شكل مختلف ولو سايكل مختلف. السايكل اللي بتشتغل عليها الجاس توربين اسمها برايتون سايكل، او ممكن نسميها ساعات جول سايكل. هيكون مطلوب مننا ان احنا نعرف الهيت انجن ده شغال ازاي في ابسط مكوناته بالشكل المثالي، وبعد كده لما اضيف له اجزاء علشان احسن من البرفورمانس بتاعه، سواء ان انا اعظم النتورك او احسن الكفاءه، يا ترى شكل السايكل هيتغير ازاي، ايه المكونات اللي هتضاف للسايكل، تمام. وفي كل حاله من الحالات دي، سواء كانت السيمبل سايكل او كانت السايكل المركبه اللي داخل فيها تفاصيل كتير، بيكون في كل حاله دي مطلوب ان انا اقيم الاداء بتاع السايكل. يعني ايه اقيم الاداء بتاع السايكل؟ يعني كل كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت المحطه اللي انا شغال عليها، وانا هكرر اسم المحطه دي كتير لان الجاس توربين دي بتبقى موجوده في محطات توليد الطاقه الكهربائيه. فكل كومبوننت من المكونات بتاعه المحطه ديت عاوز اعرف هي ادت ايه؟ انتجت شغل ولا استهلكت شغل؟ طب لما انتجت او استهلكت بكفاءه قد ايه؟ ده بالنسبه لكل مكون من المكونات. طب لو الكومبوننت دي انا من خلالها ضفت حراره، طب الحراره دي كانت كام؟ طب لو الكومبوننت دي انا من خلالها سحبت حراره، طب الحراره دي كام؟ ده اللي اقصده بان انا عاوز اقيم الاداء بتاع كل كومبوننت من مكونات المحطه، ونعرف ايه هي الكومبوننت دي دلوقتي. بعد ما اعرف كل كومبوننت اتصرفت ازاي، طب المحطه ككل بقى فعاليتها ايه؟ الاداء بتاعها شكله ايه؟ النتورك اللي انا استفدته او النت باور، طب الكفاءه بتاعت المحطه دي، يعني انا ضفت لها حراره، كم في المية من الحرارة دي اتحول الى نتورك وكم في المية اترمى ما استفدتش بيه؟ لان انا مهم ان انا اعرف حاجة زي دي طبعا. فده الفريم او الحاجة اللي احنا عاوزين نشتغل عليها اللي هو الجاس توربين دي. الجاس توربين دي يعني من مميزاتها ان هي يعني ايه، سريعة التشغيل. يعني لو انا مثلا عندي حصل عجز في الشبكة والديماند عالي دلوقتي، فاقدر ان انا اروح جاي مدخل وحدات جاس توربين مش هتحتاج وقت عشان تدخل الشبكه، على عكس مثلا محطه زي محطه الستيم عشان تدخل الشبكه ممكن اقعد اجهز فيها. يعني مثلا لو هي كانت واقفه وهدخلها الشبكه ممكن تاخد اشهر على ما تتظبط، لان الموضوع مش مجرد زرار هتضغط عليه المحطه تشتغل كل حاجه تبقى تمام. لان مثلا حاجه زي الستيم توربين دي من مكوناتها بيكون فيه بويلر، البويلر ده تحت منه فرن، الفرن ده فيه ولعه، الولعه ديت انا لازم تبقى مظبطها، لازم تبقى مظبطها، السايز بتاعها، شده اللهب، كميه الوقود اللي بتترمي، لان هي لو مش مظبوطه البرفورمانس بتاع البويلر هيضرب فيضرب معاه كل المحطه. الاداء بتاع الجاس توربين فيه نوع من المرونه اكتر، وهي وحده صغيره مش وحده كبيره قوي يعني، بس يعني يمكن الاعتماد عليها، تمام. مش بس بتستخدم في محطات الكهرباء، لا، المحركات بتاعه الطيران اللي هي بتاعه الطياره دي مبنيه برضو على فكره جاس توربين، بس بيضيف ليها بعض الحاجات الاضافيه عشان يقدر مثلا ان هو يدي للطياره الدفع اللي هيزقها عشان تقدر تمشي، الثراست يعني. بغض النظر عن الكلام ده كله، هي الفكره كلها فكره اللي احنا قلنا عليها الجاس توربين ديت، ان في مكونات بسيطه وفي بعد كده تعقيد، فاحنا هنمشي ستيب باي ستيب. اللي احنا هنعمله في السكشن ده ان احنا هنتكلم على السيمبل ايديال برايتون سايكل، اللي هي السايكل بتاعت الجاس توربين في ابسط مكوناتها. بعد ما نعرف الرسمه بتاعتها اللي احنا بنسميها السايكل دايجرام، اقصد بالسايكل دايجرام اللي هي المكونات بتاعتها، واعرف ازاي هي شغاله، هروح جاي متكلم بعد كده طب رسمه السايكل دي على التي اس دايجرام،
واحنا هنا مهتمين بالتي اس دياجرام مش مهتمين قد كده بالبي في دياجرام. التي اس دياجرام هو الاهم في مسائل الجاز تربن. فرسمه التي اس دياجرام هتبقى عامله ازاي وبقى في تكنيك في الرسم لان هنا في فكره ماشي. بقى كده شويه العلاقات اللي بنستخدمها لو انا بتكلم على جاز تربن والجزء اللي بعد كده. طيب لو حصل انا بقول دي اسمها سيمبل ايديال براتون سايكل. كلمه سيمبل ايديال يعني كل مكون من مكوناتها مثالي. طب لو في مكون من مكونات السايكل ديت وبالتحديد الكمبريسور او التربينة او الاثنين ما كانوش مثاليين، طب يعني ايه مش مثاليين وازاي ده اثر على اداء المحطه؟ ده برضو جزء عايزين نتكلم عليه النهارده وهنحل مسائل على الحاجتين دول اللي هي السيمبل ايديال براتون سايكل والسايكل ديت لما يحصل ان الكمبريسور والتربينة ما يبقوش مثاليين. بعد كده اذا بقي وقت هنتكلم على حاجه اسمها الريهيت في الجاز تربن. اتكلمت قبل كده على الجاز تربن دي في اول سيكشن خالص بس اعتبروا ان انا ما قلتش حاجه قبل كده وخلينا نبدا من جديد. الجاز تربن، الجاز تربن، محطه الجاز تربن دي بتتكون من ايه في ابسط مكوناتها؟ بتتكون من ثلاث مكونات رئيسيه، كومبريسور وكومبشن تشامبر وتربينا. كومبريسور اللي هو الضاغط، كومبشن تشامبر غرفة احتراق، تربينا لا تربينا. ايه اللي بيحصل؟ السايكل ديت او الهيت انجن ده بيشتغل ازاي؟ بيطلع ليا باور ازاي؟ فبنقول ان انت عندك الكومبريسور ده بيسحب هواء من الاتموسفير اللي هو نقطة واحد ده، يعني نقطة واحد ده غالبا الامبيانت كونديشن اللي هو 101 كيلو باسكال و27 سلسيوس او 300 كلفن. لما بيدخل الهواء ده جوه الكمبريسور بيضغطه. لو انت بتتكلم على سيمبل ايديال برايتون سايكل فعمليه الانضغاط هنا بتبقى عمليه ايزنتروبيك او ادياباتيك. يخرج الهواء عن نقطه 2 بضغط كبير وبدرجه حراره كبيره. يدخل على الكومبشن تشامبر غرفه الاحتراق، في غرفه الاحتراق ديت الهواء داخل بضغط ودرجه حراره كبيره يترمي عليه فيول بانجكتورز كده فيختلطوا مع بعض فيحصل ولعة. فتتحرر الطاقة الداخلية بتاعة الوقود اللي هي الطاقة الكيميائية اللي جواه في صورة حرارة فتزيد الانترنال انرجي بتاعة العوادم بتاعة الحريق دي فتزيد درجة حرارتها أكتر. بس الضغط في المسار من 2 ل 3 ما بتغيرش، يعني الضغط اللي خرج بيه من الكمبريسور ثابت تقريبا ما تغيرش. كل اللي حصل ان انت لما ضفت حراره نتيجه احتراق الوقود الطاقه دي لما اتحررت زودت من درجه الحراره بتاعت العوادم، بقى ما عادش هواء ما عادش وقود بقى عوادم الاحتراق. العوادم دي بالضغط الكبير بتاعها وبدرجه الحراره اللي زادت اكتر عن نقطه 2 تدخل على التربينه. اللي داخل على التربينه دلوقتي غازات مش بخار، فعشان كده بنسمي دي جاز توربين، تشتغل بيه الغاز. فالغاز بقوته الكبيره ديت متمثله في ضغط كبير وفي انترنال انرجي عاليه لان درجه الحراره كبيره، يروح جاي داخل مدور التربينه. فلما يدور التربينه، التربينه متوصله بجنريتور فتولد كهرباء. طيب الكمبريسور علشان يشتغل مطلوب منه ان هو يسحب الهواء ويضغطه، فالكمبريسور نفسه محتاج شغل عشان يدور. بياخد الشغل ده منين؟ من التربينه. عشان كده رسمت الخط السنتر لاين ده. السنتر لاين ده معنى كان الكمبريسور والتربينه على شافت واحد. لما التربينه تدور تدور معاها الكمبريسور، فالكمبريسور يسحب هواء وبعد كده السايكل تشتغل. طب واحد يجي يقول طب في بدايه السايكل التربينه اصلا لسه ما اشتغلتش، يبقى لازم يكون في حاجه زي برايمر كده يدور الكمبريسور وبعد كده السايكل تشتغل، فالبرايمر يروح طالع من الدايره وتشتغل بقى بعد كده لوحدها. فاهمين قصدي؟ طيب يبقى انا عندي هنا لو انا بتكلم على سيمبل ايديال برايتون سايكل يبقى العمليات اللي انا مريت بيها، اول عمليه من 1 ل 2 ايزنتروبيك كومبريشن، ثاني عمليه من 2 ل 3 عمليه اندر كونستانت بريشر بيحصل فيها اضافه حراره يبقى ايزوباريك هيت اديشن، بعد كده من 3 و 4 عمليه اكسبانشن. والاكسبانشن ده لو انت بتتكلم على ايديال سايكل فهو اكسبانشن ادياباتيك، اكسبانشن ايزنتروبيك يبقى ايزنتروبيك اكسبانشن. الغاز هو خارج عن نقطة 4 هنا بيكون تقريبا بس مش دايما، هعتبر ان دي الحالة الافتراضية بتاعتي طالما ما ذكرش حاجة غيرها، بيكون تقريبا الضغط بتاعه هو نفس الضغط بتاع نقطة 1. يعني لو انت ساحب من الاتموسفير فانت رميت للاتموسفير ماشي. طيب لما بنيجي نعمل اناليسز للكلام ده لازم نبسط شوية الدنيا.
فاول تبسيط بنعمله في السيمبل ايديال برايتون سايكل ان احنا بنعتبر ان الوسط اللي ماشي من البدايه للنهايه كانه هواء. ما بدخلش هنا قصه الوقود معايا لان انا مش عاوز العبك الدنيا عليك. يبقى هواء حصل له كومبريشن، بعد كده ضفت له حراره، بعد كده دور التربينه، بعد كده خرج. يعني كان اللي دخل هنا هواء واللي خرج هنا هواء. والفرق بين الاثنين ان ده تقريبا نفس الضغط، بس كل الفرق ان ممكن نقطه 4 دي درجه حرارتها اكبر من نقطه 1. طيب لو انا هبسط الدنيا اكتر بقول كده، كان المسار من 4 ل1 حصل عمليه. العمليه ديت تمت في مبادل حراري اسمه هيت اكستشينجر. المبادل الحراري ده خد الهواء اللي طالع من عند نقطة 4 بضغط بيساوي ضغط نقطة 1 بس درجة حرارة كبيرة، وسحب حرارة من الهواء، فخرج الهواء بكونديشن بيساوي كونديشن نقطة 1 اللي أنا بدأت بيه. ليه أنا عملت القفلة ديت؟ عشان يبقى عندي سايكل نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، عشان أقدر أسمع تي اس دياجرام وأقدر أعمل الثيرموداينامك أناليسيز ليه. دي الفكرة. فالهيت اكستشينجر ده حصل فيه عمليه، العمليه دي عمليه نزع حراره، ونزع الحراره ده بيتم اندر كونستانت بريشر ان بي 4 تقريبا بتساوي بي 1. لما اجي بعد كده ارسم السايكل اخر نقطه واول نقطه انا هبقى فاهم كده على طول ان في مبادل حراري بيخفض درجه الحراره من هنا لهنا، بس مش هرسمها على السايكل دياجرام، هختصر بس اعرف ان هي موجوده. ماشي؟ طيب ده السايكل دياجرام او بنسميه السكيماتيك بتاع الرسم. لما نيجي نبص اكتر هنا برضو قبل ما ننقل على التي اس دياجرام، يهمنا نعرف البارامترز اللي انا هستخدمها. يعني انا دلوقتي عرفت كل عمليه بتتم هنا في اي كومبوننت من الكومبوننتس ديت ايه هي. طيب لما اجي ابص على الضغوط ازاي بتتغير، هلاقي الضغط بيتغير في مكانين. لو انت هتعدي على كومبريسور الضغط يزيد، لو انت هتعدي على تربينه الضغط بيقل، لان في عمليه كومبريشن عمليه اكسبانشن. فعشان كده انت بدات عند 1 هنا فخرجت عند 2 ضغطها كبير، لكن لما مشيت في الكومبشن تشامبر انت ما عدلتش لا على كومبريسور ولا على التربينه، عشان كده الضغط ثابت. لما عديت على التربينه الضغط قل، فرجع نقطه 4 ضغطها بيساوي نقطه 1 والضغط هنا ما اتغيرش. يعني كان في السيمبل ايديال برايتون سايكل انا عندي 2 ضغط، ماكسيمم بريشر ومينيمم بريشر. الماكسيمم بريشر هو بي 2 بيساوي بي 3، المينيمم بريشر هو بي 1 بيساوي بي 4. ففي 2 بارامترز اسمهم الار بي بتاعت الكمبريسور والار بي بتاعت التربينه، اللي هي الكمبريسور بريشر ريشيو والتربين بريشر ريشيو. نسبه الضغوط الضغط اتغير بنسبه كام في الكومبوننت دي، الكبير على الصغير. وبما ان الضغط ما بيتغيرش الا في الكمبريسور والتربينه، فانا ما عنديش غير ار بي كومبريسور وار بي تربين. فلما يكون الكمبريسور بيشتغل من 1 لاثنين، يبقى نسبة الضغوط اللي هو شغال عليها هي عبارة عن الضغط الكبير على الضغط الصغير، يعني بي 2 على بي 1. ولما تيجي تتكلم على التربينة وبين التربينة الضغط فيها قل، فيبقى الضغط الكبير اللي هو المدخل بتاعها، فيبقى الار بي بتاعت التربينة هي عبارة عن بي 3 على بي 4. لما نيجي نبص في الكيس بتاعت السيمبل ايديال برايتون سايكل او السيمبل برايتون سايكل، انا عندي اساسا بي 2 بتساوي بي 3، عندي بي 1 بتساوي بي 4. يعني كان في المساله ديت الار بي بتاعت الكمبريسور بتساوي الار بي بتاعت التربينه. في بارامتر ثالث اسمه الار بي، وخلاص بنسميها السايكل بريشر ريشيو او الاوفر اول بريشر ريشيو، ودي هتبان قيمتها بعدين. هو المقصود بيها ان انت ممكن يكون عندك الضغط مش ضغطين زي دي كده ماكسيمم ومينيمم، ممكن يكون عندك في ضغوط كتير. طب لو انا عايز اقول السايكل دي ككل البريشر ريشيو بتاعتها كام، فيبقى ببساطه انت بتجيب اكبر ضغط في السايكل على اقل ضغط في السايكل. يبقى المقصود بي الار بي بتاعت السايكل البي ماكسيمم على البي مينيمم. في الكيس ديت بتاعت السيمبل برايتون سايكل هنلاقي ان الماكسيمم بريشر اللي هو 2 او 3 والمينيمم بريشر اللي هو 1 او 4. ففي المساله دي او في الشكل ده الار بي بتاعت السايكل هي نفسها الار بي بتاعت الكمبريسور، هي نفسها الار بي بتاعت التربينه في الكيس دي، لكن مش في كل الكيسز اللي جايه بعد كده. ماشي؟ ده السايكل دياجرام بالنقط دي. لما يكون الـ العمليه اللي تمت في الكمبريسور عمليه ادياباتيك في الحاله بتاعت السيمبل برايتون سايكل ايديال دي، يبقى نقدر نقول لو ان الضغط عندي هنا اتغير من 1 ل2 ودرجه الحراره اتغيرت من 1 ل2، يبقى العلاقه اللي بتربط بين الاثنين دول العلاقه الادياباتيك اللي كنا بنقول فيها
ان التي 2 على تي 1 بتساوي البي 2 على البي 1 اس كي على كي ناقص 1 على كي. الكي دي اللي هي الجاما اللي هي 1.4 في حاله الهواء. طب انا عندي بي 2 على بي 1 اللي هي الار بي بتاعه الكمبريسور راحت في اهي, يعني ممكن نشيل دي كده ونحط الار بي بتاعه الكمبريسور. ونفس الفكره ممكن نعملها مع مين؟ مع التربينه. يعني انا عندي هنا التي 3 على التي 4 الكبير على الصغير بتساوي البي 3 على البي 4 وكي ناقص 1 على كي. طب ما هو البي 3 على البي 4 اللي هو مين؟ اللي هو الار بي بتاع التربينه. فيبقى هنا ار بي تربن اس كي ناقص 1 على كي. وبرده تاني في الكيس ديت في السيمبل برايتون سايكل, بما ان الار بي هنا بتساوي الار بي هنا, وانا اتكلمت على ان من البدايه للنهايه انا شغال على هواء, فيعني نفس الخصائص, يعني الكي نفس الكي, نقدر نقول ان النسبه دي بتساوي النسبه دي, مش القيم المطلقه, النسبه. ماشي. طيب سايكل دايجرام, التي اس دايجرام يترسم ازاي؟ عندنا اربع عمليات, وانا بتكلم دلوقتي على ايديال سايكل. ايديال سايكل يعني العمليه دي ايزنتروبيك, يعني تمثل بخط راسي على التي اس دايجرام, والعمليه اللي في التربينه تمثل برضو بخط راسي. وهنا انا عندي كونستانت بريشر وكونستانت بريشر, عمليه ثبات العمليه اللي بتتم اندر كونستانت بريشر في على ما تيجي ترسم على التي اس دايجرام بتمثل بخط مايل. خط مايل بيبقى اتجاه السهم في اتجاه زياده درجه الحراره والانتروبي لو انت بتضيف حراره, ويبقى في اتجاه نقص درجه الحراره ونقص الانتروبي لو انت بتسحب حراره. فيبقى شكل السايكل جاي ازاي؟ اول حاجه من 1 ل2 العمليه اللي بتتم في الكمبريسور, والعمليه دي ايزنتروبيك, يعني اس بتساوي ثابت. ماشي. بعد كده من 2 ل3 عمليه اندر كونستانت بريشر, خط مايل اهو, الخط ده اتجاه السهم بتاعه في اتجاه زياده الانتروبي وزياده درجه الحراره عشان انت هنا بتضيف حراره. بعد كده العمليه من 3 ل 4 عمليه الادياباتيك اكسبانشن او الايزنتروبيك اكسبانشن. فالعمليه دي بتتم اندر كونستانت انتروبي, خرجت عن نقطه 4. والعمليه الاخيره من 4 ل 1 عمليه اندر كونستانت بريشر برضه, بس اتجاه السهم هنا هيبقى لتحت كده لانك هنا بتسحب حراره. فيبقى هنا كونستانت بريشر هيت اديشن, هنا كونستانت بريشر هيت ريجكشن, ايزنتروبيك كومبريشن, ايزنتروبيك اكسبانشن. ده شكل السايكل على التي اس دايجرام. دي السايكل اللي بنسميها سمبل ايديال برايتون سايكل. هي برايتون سايكل لان ده عموما احنا شغالين فيه الاطار بتاع برايتون سايكل. سمبل لانها ده ابسط مكونات ليها. ايديال لان العمليه اللي بتتم في الكمبريسور والتربينه عمليه ايزنتروبيك, وانا مش مدخل اي اعتبار لاي لوسز ممكن تحصل, يعني تاثير الفريكشن, تاثير اي شكل من اشكال اللوسز ما بصيتش له. ماشي. هنا في شغل داخل, هنا في شغل خارج اللي هو شغل التربينه, هنا بتضيف حراره اللي هي الكيو ان, هنا بتسحب حراره اللي هي الكيو اوت. ماشي. طيب ودي العلاقه اللي احنا قلناها اللي بتربط درجات الحراره مع الار بي. باكد هنا على فكره خطوط ثبات الضغط اللي هو الخط المايل, لان دي هتتكرر معانا كتير, وان في المساله دي البي ماكسيمم والبي مينيمم هم الضغطين الوحيدين اللي موجودين في السايكل, لكن هتبقى في مسائل تانية في حاجات اكتر من كده. لما نيجي نقيم بقى الاداء بتاع كل كومبوننت من المكونات اللي عندي, فانا عندي دلوقتي الكمبريسور, التربينه, الكومباشن تشامبر, الهيت اكسشينجر اللي هو حصل فيه نزع حراره. يبقى انا عاوز احسب شغل الكمبريسور, عاوز احسب شغل التربينه, عاوز احسب الكيو ان, عاوز احسب الكيو اوت. بشكل عام, ودي ميزه من مميزات مسائل الجاز تربين, ان اي حاجه كشغل او حراره هي سي بي دلتا تي, والدلتا تي الكبير ناقص الصغير. فلو انت بتتكلم على كومبريسور اشتغل من 1 ل2, يبقى الشغل بتاع الكمبريسور هو سي بي دلتا تي اللي هو تي 2 ناقص تي 1, لان الكمبريسور رفع درجه الحراره. طب لما ابص للتربينه يبقى شغل التربينه سي بي مين ناقص مين؟ 3 ناقص 4. طب لما غرفه الاحتراق مين ناقص مين؟ ها؟ 3 ناقص 2 ولا 2 ناقص 3؟ 3 ناقص 2 ضفت حراره. طيب في الهيت اكسشينجر الاخراني مين ناقص مين؟ 4 ناقص 1. موضوع سهل جدا. حتى بعد كده لما السايكل تتركب وتبقى قاعد من كده, برضه اي شغل او اي حراره سي بي دلتا تي, وتاخد في فرق درجات الحراره الكبير ناقص الصغير. تهت في مين الكبير ومين الصغير, بص على التي اس دايجرام. فدايما بيكون اهم حاجه رسمه السايكل ورسمه التي اس دايجرام, لان اللي بعد كده كله تعويض. معايا؟ طيب نكمل.
دلوقتي انا عندي في هنا هواء، خلاص اتفقنا بقى ان احنا ماشيين من الاول لاخر هواء، في هواء عمال بيلف في السايكل وانت قفلتها، فبنشتغل هنا حاله ستيدي فلو، يعني كميه الهواء اللي بتدخل الكمبرسر هي اللي تمشي في الكومباشن تشامبر، هي اللي تمشي في التوربينه، هي اللي ماشيه في الليتكس تشينجر. احنا لما نيجي نعبر عن معدل السريان بنستخدم البارامتر اللي هو اسمه ام دوت اللي هو الماس فلو ريت. فالماس فلو ريت اللي انا شغال عليه هنا شغال على قيمه ثابته من البدايه لغايه النهايه. طب اذا كان ده الشغل او الحراره بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام، طب لو عايز احسب الشغل او الحراره بوحده كيلو وات، يعني عايز احولها الريت، يبقى هضرب القيمه بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام في الماس فلو ريت اللي ماشي. فاصبح عندي هنا الباور بتاعت الكمبريسور ام دوت في شغل الكمبريسور، الباور بتاعت التربينه ام دوت في الشغل بتاع التربينه، الريت اوف هيت قديش معدل اضافه الحراره الام دوت في الكيو ان، الريت اوف هيت ريجكشن هيبقى الام دوت في الكيو اوت. لو ما اداش بيانات عن الخصائص بتاعه الهواء اللي انت شغال عليه، فالديفولت بتاعي ان السي بي 1.5 والجاما او الكي 1.4. طيب النتورك ده الكومبوننتس، طب السايكل ككل بقى النتورك، انت كان في عندك مكون حصل فيه اكسبانشن ففي شغل خرج اسمه شغل التربينه، وفي مكون تاني حصل فيه في كومبريشن ففي شغل دخل للتربينه، وقلنا ان التربينه هي اللي بتدور الكمبريسور، وان الصافي هو اللي انا هستفيد بيه في توليد الكهرباء او في اي حاجه تانية. يعني كان النتورك بتاعي اللي هو هيفضل ليك بعد ما تخصم شغل الكمبريسور من شغل التربينه. ولو انت عايز تجيب النت باور تضرب النتورك بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام في الماس فلو ريت. الكيونت اللي هو النت هيت ترانسفير، ان هو انت عندك كان في كيو ان وفي كيو اوت، فالكيو ان ناقص الكيو اوت، واتفقنا ان اي سايكل طالما نقطه البدايه هي نفسها نقطه النهايه فدايما بيكون عندي النتورك بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام بيساوي النت هيت ترانسفير. طيب النت ريت اوف هيت اديشن اللي هو الكيو دوت نت هتبقى عباره عن الام دوت في الكيو نت، وبما ان الام دوت ثابت والورك نت بتساوي الكيو نت، فيبقى النت باور بتساوي النت ريت اوف هيت اديشن. معايا؟ طيب ده كتقييم للسايكل. من ضمن البارامترز برضو اللي بنقيم بيها السايكل، ان انت بتقول ان التربينه بتدور الكمبريسور، طب يا ترى الكمبريسور الشغل اللي بيستهلكه بيمثل كام في المية من شغل التربينة؟ لان لو افترضنا مثلا، ودي حالة ممكن نشوفها في مسألة من المسائل، الكمبريسور خد شغل التربينة كله، بقى فيه نتورك باقي جاز تربين ما عادش لها اي لازمة، يعني كأن انا بصمم محتاج ان شغل الكمبريسور ده يكون اقل ما يمكن. عشان كده لو حصل مشكلة والكمبريسور ده استهلك شغل اكثر من اللازم، يبقى ده المحطة بيتدهور دلوقتي. معايا؟ يعني كان انا عاوز اوصل لفكره ان كل كومبوننتس ادائها منفردا بيأثر على السايكل ككل. ماشي؟ طيب فالبارامتر ده اللي هو اسمه بي دبليو ار او الباك ورك ريشيو، الباك ورك ريشيو ديت انت بتقول الكمبريسور ورك بيمثل كام في الميه من التربن ورك، او لو هتضرب ماس فلو ريت بسط ومقام يبقى الكمبريسور باور على التربن باور. الكفاءه الحراريه زي اي سايكل اشتغلنا عليها قبل كده، زي اي هيت انجن، فهي عباره عن ممكن تقول كده ورك نت على كيو ان، او ممكن تقول واحد ناقص كيو اوت على كيو ان بتاعتك، او ممكن تعبر عنها بريت، يعني تقول كده النت باور مش على باك، مش على كيو دوت نت، على كيو دوت ان، او تقول واحد ناقص كيو دوت اوت على كيو دوت ان، لانك ضارب ام دوت بسط ومقام والام دوت متساوي. طيب لما تكون شغال على سمبل ايديال برايتون سايكل، فبنقول ان الكفاءه الحراريه بتاعتها تقدر تحسبها من القانون ده او القانون ده، وكمان ممكن تحسبها من القانون ده والقانون ده، يبقى له اثبات برضه، بس جزء الدكتور محمد قمر هيكون كله ام سي كيو، فمش هيطلب منك اثبات، لكن ممكن يطلب منك ايه؟ يجي لك كده في سؤال الكفاءه الحراريه للسمبل ايديال برايتون سايكل بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الار بي بتاعت السايكل، وبتعتمد على البروبرتيز بتاعت الغاز اللي هو الكي.
ففي حالة السيمبل ايدل برايتون سايكل الايدا ثيرمال بتساوي 1 ناقص 1 على الار بي بتاعت السايكل اللي هي الاوفر اول اس كي ناقص 1 على كي. فالسؤال لو هيجي على هيجي سؤال على الجزئيه دي كده هيقول لك the thermal efficiency of simple ideal Brayton cycle depends on, فهي بتعتمد على حاجتين ممكن يجوا بالشكل ده كده يقول لك كده ال pressure ratio وال K دي اللي اسمها specific heat ratio او ممكن ما يجيبهاش specific heat ratio ممكن يقول كده ايه gas properties ما هي من ضمن gas properties برضو ماشي. طيب فهي بتعتمد على الاثنين مع بعض فلو جه الاختيارين يبقى الاثنين مع بعض ماشي اللي هو A and B مثلا. طيب ده السايكل اللي بنسميها السيمبل ايدل برايتون سايكل ابسط مكونات عشان كده سميناها سيمبل ايدل لان كل كومبوننت شغاله بشكل مثالي. طيب لما يبدا يحصل حيود عن المثاليه الحيود ده هيبقى فين؟ احنا هندرس الحيود ده في مكانين في الكمبريسور وفي التربينه. الحاله اللي احنا اشتغلنا عليها واللي كان رسمه التي اس دياجرام بتاعها بالشكل دي ده كده الحالة ديت كان العملية اللي بتتم في الكمبريسور عملية ايزنتروبيك والعملية اللي بتتم في التربينة عملية ايزنتروبيك. بنقول في الشكل ده كده لما تكون العملية اللي بتتم في الكمبريسور او التربينة ايزنتروبيك ده معناه ان كفاءة الكمبريسور وكفاءة التربينة 100%. طب لو حصل وكان كفاءة الكمبريسور او كفاءة التربينة اقل من 100% ازاي التي اس دياجرام هيتغير شكله وازاي البرفورمانس هيتغير؟ هو نفس السايكل دياجرام لكن انا بتكلم هنا لما الكمبريسور والتربينه كفايتهم اقل من 100% شكل التي اس دياجرام هيتغير ازاي والقوانين هتتغير ازاي. فخلينا نشوف كده دلوقتي لما تكون الكفاءه اقل من 100% وانا لسه لغايه دلوقتي ما كتبتش قانون لكفاءه الكمبريسور وكفاءه التربينه بس انا بتكلم بشكل عام دلوقتي. فبنقول كده انت عندك السايكل في شكلها المثالي اهو كده ده السايكل في شكلها المثالي. لما يحصل الكمبريسور والتربينة يكون كفاءتهم او فعاليتهم اقل من 100% اصبح المسار من 1 لـ2 مش هو المسار الرئيسي لا مسار تاني. المسار التاني شكله عامل ازاي؟ بنقول كده ان ده بقى مسار نظري يعني ده مش هيحصل بس انا هرسمه عشان اعرف الحقيقي هيروح فين بالنسبة له. وهتبقى النقطة ديت اللي هي النقطة اللي على اخر المسار الرئيسي مش هي نقطة الخروج الحقيقية دي نقطة خروج نظرية هنسميها 2S. 2S دي يعني دي نقطة الخروج لو كانت العملية ايزنتروبيك يعني S بتساوي ثابت. امال فين بقى نقطة الخروج الحقيقية اللي هي 2 الحقيقية؟ بتكون على نفس خط الضغط بتاع الماكسيمم بريشر ده بس في اتجاه زيادة الانتروبي. يعني كأن لما يحصل حيود في الكمبريسور او التربينة عن المثالية المسار بتاع العملية اللي بتتم بيميل في اتجاه زيادة الانتروبي على نفس قيمة الضغط اللي هيخرج عندها. فده خط الضغط اللي بيخرج عليه الكمبريسور هتميل في اتجاه زيادة الانتروبي يبقى المسار الجديد بقى عامل كده اهو مسار مايل وبيطلع عند نقطة 2 هنا كده. نقطة 2 و2 اس لهم نفس الضغط لكن درجة حرارة الخروج الحقيقية اكبر من النظرية والانتروبي بتاعتها اكبر من النظرية. طب بالنسبة للتربينة ده برضو المسار لو كانت العملية مثالية يبقى النقطة دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها 4S. لكن نقطة الخروج الحقيقية هي موجودة على نفس خط الضغط. طب مد خط الضغط كده على استقامته. ليه انا مديته على استقامته؟ لان المسار الحقيقي جوه التربينة هيبقى في اتجاه زيادة الانتروبي فانت نازل والانتروبي بتزيد يبقى تميل لبره عشان كده مديت الخط ده لبره. فاصبح المسار عندي بتاع التربينه الحقيقي كده اهو وتبقى دي نقطه 4 الحقيقيه. وبالتالي كده بقى الغاز ماشي ازاي بقى؟ جوه الكمبريسور مشي من 1 وعلى الخط الازرق ده خرج عند 2. جوه الكومبشن تشامبر بدا في الكومبشن تشامبر عن نقطه 2 الحقيقيه مش عند 2 النظريه وخرج من الكومبشن تشامبر عن نقطه 3. دخل التربينه عن نقطه 3 وخرج من التربينه عن نقطه مين؟
أربعة الحقيقية ودخل الهيت اكستشينجر على النقطة أربعة الحقيقية ومشي من النقطة دي لغاية نقطة واحد معايا. لما اجي ابص النقطة أربعة وأربعة اس لهم نفس الضغط لكن أربعة أكبر في الانتروبي وأكبر في مين كمان؟ في درجة الحرارة. نقطة أربعة الحقيقية أكبر من نقطة أربعة النظرية في درجة الحرارة. كأن دايما حيود الكمبريسور والتربينة عن المثالية بيؤدي إلى زيادة الانتروبي وزيادة درجة الحرارة على المخرج. لو كمبريسور أو تربينة. معايا؟ طيب ده شكل السايكل على التي اس دياجرام لما يكون الكفاءة أقل من 100%. في الحالة دي لما أجي أحسب شغل الكمبريسور وشغل التربينة والحرارة المضافة والحرارة المنزوعة بحسبهم بيزد على نقط الخروج الحقيقية مش نقط الخروج النظرية. فبالتالي أصبح شغل الكمبريسور هو سي بي في تي 2 الحقيقية ناقص تي 1 مش تي 2 اس. وأصبح شغل التربينة سي بي في تي 3 ناقص تي 4 الحقيقية مش 4 اس. الكيو ان هي سي بي في تي 3 ناقص تي 2 2 الحقيقية. الكيو اوت هي سي بي في تي 4 ناقص تي 1 وتي 4 الحقيقية. طب انت بتقول ان ده الحالة لما تكون كفاءة الكمبريسور والتربينة بقت اقل من 100%. طب ايه هي كفاءة الكمبريسور والتربينة؟ في قانون اقدر احسبه بيها؟ انت عندك دلوقتي الكمبريسور بيستهلك شغل ولا بينتج شغل؟ بيستهلك شغل. لو كان الاداء بتاع الكمبريسور مثالي كان هيبقى شغل الكمبريسور النظري الثيوريتيكال بيتحسب من سي بي تي مين ناقص مين؟ تي 2 اس ناقص تي 1. اكشوالي الكمبريسور استهلك شغل بيساوي سي بي في تي 2 ناقص تي 1. سي بي هي نفسها سي بي وتي 1 ما اتغيرتش اللي اتغير تي 2. مين اكبر؟ تي 2 اكبر من تي 2 اس. يعني اكشوالي الكمبريسور استهلك شغل اكتر من النظري. فببساطه القانون بتاع الكفاءه انت بتقسم القيمه الصغيره على القيمه الكبيره. ولو افترضنا ان السي بي ثابته فهيبقى هنختصر السي بي هنا مع السي بي هنا فبقت تي 2 اس ناقص تي 1 على تي 2 ناقص تي 1. ماشي معايا؟ طيب لما اجي اطبق نفس الفلسفه في التفكير مع التربينه مش هينفع اقول شغل التربينه نظري على شغل التربينه الحقيقي لان التربينه بتنتج شغل ما بتستهلكش شغل. فلما اجي افكر فيها كده التربينه بتنتج شغل فلما اجي اشوف التربينه انتجت شغل ورك تربن الثيوريتيكال الورك تربن الثيوريتيكال بتاع التربينه هو سي بي في تي 3 ناقص تي 4 اس. التربينه اكشوالي انتجت شغل بيساوي سي بي في تي 3 ناقص تي 4. لما حادت التربينه عن المثاليه كانت النتيجه ان تي 4 اكبر من تي 4 اس بس خد بالك تي 4 الناحيه الثانيه. فبقت النتيجه ان التربينه بتنتج شغل اقل من المثال اقل من الثيوريتيكال. فالكبير على الصغير هنا يبقى الاكشوال على الثيوريتيكال. يبقى لما نيجي نقسم الاثنين دول على بعض هيبقى ده قانون الكفاءه بتاعت التربينه. وممكن نختصر السي بي لو هي ثابته فيبقى ده بنسميه الكمبريسور ايزنتروبيك افشنسي وده بنسميه التربين ايزنتروبيك افشنسي. هنا ثيوريتيكال على اكشوال هنا اكشوال على ثيوريتيكال لان هتحسب كفاءه وهنا حسب كل وظيف حسب كل واحد وظيفته. الكمبريسور بيستهلك طاقة فأكشوالي هيستهلك أكتر. التربينة بتنتج طاقة فأكشوالي هتنتج أقل. ماشي؟ تاخد الصغير على الكبير عشان تبقى الكفاءة أقل من 100%. طيب طبعا لو عاوز تحسب دولي بوحدة كيلو وات هتضرب في الماس فلو ريت اللي هو الكمبريسور باور أو التربين باور أو الكيو دوت إن أو الكيو دوت أوت. دي القوانين بتاعه السيمبل ايدل برايتون سايكل او السيمبل برايتون سايكل. وانا قلت سيمبل برايتون سايكل بس ما قلتش ايدل لان انا ما عادش ايدل بس في الحالتين هنا سيمبل وهنا سيمبل. هنحل مساله على دي ونحل مساله على دي
ولو بقي وقت هتكلم على اول موديفيكيشن بيتعمل في الجاز تربين عشان نرفع الكفاءة. اثنين في الشيت دي مسألة على السيمبل ايدل برايتون سايكل وهي مسألة بسيطة. فخلينا نبدأ بيها يعني عشان نفهم بنشتغل ازاي. اهم حاجة عشان تحل مسألة صح على فكرة يعني من دلوقتي لغاية الستيم كمان يعني في الجاز تربين وفي الستيم بيبقى دايما كل صعوبة المسألة في حاجتين. السايكل دياجرام التي اس دياجرام. يعني برضو زي ما هنشوف بعد كده في الستيم تربين في سايكل دياجرام وفي تي اس دياجرام. رسمت الاثنين صح بعد كده الموضوع يعني ممكن يكون طويل بس ستريت. عارف اروح اجيب ايه واجيب ايه واجيب ايه. ماشي؟ فكل الصعوبة دايما بتكون هنا. زي ما كان في الشيت الاولاني في التربو الصعوبة دايما في رسمة الكنترول فوليوم. ماشي؟ المسألة اللي جت في المتر مع على التربو كانت مسألة في الشيت. ايه؟ يعني هي جت على المادة دي ما كله طويل. طيب نشوف المسألة. المسألة بتقول ايه؟ خلاص. بسم الله. Air enters the compressor of an ideal standard Brayton cycle at 100 كيلو باسكال 300 كلفن. الهواء داخل الكمبريسور يعني نقطة واحد بتاع سيمبل ايديال برايتون سايكل عند ضغط 100 كيلو باسكال اللي هو بي 1 100 كيلو باسكال ودرجة حرارة 300 كلفن تي 1 300 كلفن وذا ماس فلو ريت اوف 5 كيلو جرام على الثانية. الماس فلو ريت 5 كيلو جرام على الثانية ده الماس فلو ريت اللي داخل الكمبريسور وهو نفسه اللي هيكمل في بقية السايكل. The compressor pressure ratio is 8. ال RB بتاعت الكمبريسور 8 وهي نفسها ال RB بتاعت التربينة وهي نفسها ال RB بتاعت السايكل. The turbine inlet temperature is 1400 كلفن. التربين inlet temperature نقطة 3 درجة حرارتها 1400. حول كله كلفن. عايز يحسب ثلاث حاجات. Thermal efficiency الباك وورك ريشيو الباور. لما يقول باور كده ويسكت او هو قال هنا ذا نت باور كمان. لو جه باور لو جه قال في مساله ذا باور وسكت يبقى هو يقصد بقى النت باور يعني. ماشي؟ شيت مش موجود عندك على فكره في الكتاب ولا الفصل اساسا كله. بصور الشيت منك. مثلا هنحلها ازاي؟ والله المساله مش عاوزه غير المساحه ده. بص دايما برضو يعني دي سمع عامة كده في مسائل الجاز تربين ان دايما بيكون حل المسألة غالبا يعني مش بقول دايما بس غالبا ان بتشوف درجات الحرارة الناقصة تجيبها بعد كده كله تعويض بقى في قوانين الشغل والحرارة لان هو خدوا بالكم هنا هو عايز يحسب كفاءة والكفاءة معتمدة على النتورك وعلى الكيو ان والنتورك والكيو ان مربوطين ب درجات الحراره. الباك ورك شغل الكمبريسور وشغل التربينه مربوطين بدرجات الحراره. الباور معاك الماس فلو ريت ومعاك النتورك يبقى درجات الحراره الناقصه تيجي اي حاجه ثانيه عرفتها. اللي انا اعرفه في درجات الحراره هنا مين؟ واحد وثلاثه يبقى باقي لي مين؟ اثنين واربعه. العمليه هنا ادياباتيك والعمليه هنا ادياباتيك. بس كده فيبقى كده اهو تي 2 بتساوي تي 1 في ار بي كومبريسور اس كي ناقص 1 على كي. طبعا الكي الافتراضي بتاعها 1.4 والار بي هنا ب 8 والتي 1 300 كلفن. طيب تي 4 بتساوي تي 3 وادي هنا ار بي تربن اللي هي 8 برضو اس كي ناقص 1 على كي على ولا فيه؟ هنا على ولا فيه؟ خدوا بالكم قوي يعني مش دايما فيه. ماشي؟ طيب يعني لو فيه يبقى التربينه الغاز دخل بذل شغل يعني طلع شغل وكمان درجه حرارته زادت يعني كده في انرجي يعني ايه؟ comes from nowhere كده مش طلعت كده
يبقى في ساحر جوه فيبقى في سنس زي واحد في الميد ترم وانا لازم اقولها مطلع السرعه بتاعه اللي هو في مساله التربو ايه لا كان في في لحظه اسمعوا بس هقول ايه مطلع في واحد في واحد يا رب يا كانت مساله التنين مطلع تي 4 درجات الحراره كلها بقت معروفه بالنسبه لي دلوقتي انت عاوز ايه عاوز كفاءه والكفاءه معتمده على النتورك والكيو ان فمبدئيا كده الكيو ان سي بي في مين ناقص مين هنا على الرسمه قولوا 3 ناقص 2 طيب انا عاوز النتورك النتورك يعني عاوز شغل التربينه وعاوز شغل الكمبريسور شغل التربينه بيساوي سي بي مين ناقص مين 3 ناقص 4 شغل الكمبريسور 2 ناقص 1 طيب جبت الكمبريسور والتربينه النتورك بيساوي شغل التربينه ناقص شغل الكمبريسور طيب عايز تحسب الكفاءه الحراريه الكفاءه الحراريه بتساوي النتورك على الكيو ان عايز تحسب باك ورك ريشيو بتساوي شغل الكمبريسور على شغل التربينه ودي نسبه اقل من واحد او اقل من 100% برضه عايز تحسب باور طب ما انت عندك الماس فلو ريت جيفن يبقى ام دوت في الورك نت في حاجه اسهل من كده طيب مساله ثانيه رقم 7 بس رقم 7 دي بقى اللي كانت بتقول هنا تي 2 على تي 1 بتساوي ار بي كومبريسور اس كي ناقص 1 على كي ده كانت بتطبق هنا عشان المسار كان ايزنتروبيك في الكمبريسور وفي التربينه لكن مش هينفع تقولها هنا في السايكل دي بس تقولها مع مين ده؟ مع 2 اس و1 ومع 3 و4 اس. يعني اقدر اقول كده ان في الكيس بتاعه السايكل لما تكون حصل حيود ان العلاقه بتاعه تي 2 على تي 1 بتساوي الار بي كومبريسور اس كي ناقص 1 على كي هي ما تنطبقش بين 1 و2 الحقيقيه لكن تنطبق بين 1 ومين؟ و2 اس. فدي علاقه معايا. وان العلاقه اللي بتقول ان تي 3 على تي 4 بتساوي الار بي تربن اس كي ناقص 1 على كي ما تنطبقش على 3 و4 الحقيقيه تنطبق على 3 و4 مين و4 اس شوفوا هنا كان دلوقتي الكمبريسور في علاقه ربطت بين 1 و2 النظريه وعلاقه ثانيه اللي هي قانون الكفاءه ربط واحد واثنين الحقيقيه واثنين النظريه. العلاقتين دول دايما بيشتغلوا مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. بكون مثلا عندي اكسس ان انا اجيب النظري ومنه اجيب الحقيقي او العكس. باستخدام القوانين مع بعض. زي ما برضو التربينه دلوقتي ليها قانونين، قانون بتاع 3 و4 اس وقانون الكفاءه، ادمج الاثنين مع بعض عشان اشوف النظري واجيب منه الحقيقي ولا الحقيقي واجيب منه النظري. ماشي؟ طيب المساله رقم 7 في الشيت بتقول ايه؟ مساله سهله ما فيش فيها حاجه، برضو دايما بتكون المشكله انت تجيب درجات الحراره الناقصه وخلاص. فهي بتقول المساله اير انترز ذا كومبريسور اوف ا سمبل جاز تربن ات 98 كيلو باسكال 288 كلفن. برضو داخل الكمبريسور يبقى بي 1 وتي 1 فيبقى انا عندي هنا بي 1 98 تي 1 288 كلفن. ساي في المساله ما حددش قيمه البي 1 والتي 1 وانت محتاجهم ومفيش طريقه تجيبهم لان هي هتبدا بيهم يبقى الافتراض بتاعهم الاتموسفير البي 1 101 كيلو باسكال التي 1 300 كلفن ماشي سواء غالبا هيجيبهم يعني طيب ذا ايزنتروبيك افشنسي خد بالك هو هنا في المساله ما قالش سيمبل ايديال هو قال سيمبل جاز تربين بس لانها مش ايديال واللي هياكد ده ايه؟ اللي هياكد ده ان هو يقول the isentropic efficiency of the compressor and the turbine are 83% 87% ادى كفاءه الكمبريسور 83 كفاءه التربينه 87% اقل من 100% يبقى المساله دي مش مساله ايديال. the compressor pressure ratio الار بي بتاعت الكمبريسور 14 الار بي بتاعت الكمبريسور 14 راحت في ما كتبتهاش اهي الار بي بتاعت الكمبريسور 14 هي نفسها الار بي بتاعت التربين لان انت
اي نعم انت حت عن المثالية بس ده اثر بس على مين؟ على درجات الحرارة في الخروج، لكن نسب الضغوط ما اتغيرتش. فطالما انت لسه ستيل في قصة السيمبل برايتون سايكل، فيبقى الار بي بتاعت الكمبريسور هي نفسها الار بي بتاعت التربينة هي نفسها الار بي بتاعت ايه؟ بتاعت السايكل ب14. The temperature at the turbine inlet. Turbine inlet اللي هي نقطة 3,350 كلفن. The net power developed is 152 ميجا وات. المحطة بتطلع 152 ميجا. On the basis of an air standard analysis. Based على الستاندرد analysis اللي هو الكلام اللي احنا قلناه. Calculate احسب. The temperatures at the compressor and turbine exit. درجة الحرارة على مخرج الكمبريسور والتربينة. مخرج الكمبريسور اللي هو 2 ولا 2 اس 2 حقيقي، مخرج التربينه 4، يعني هو عاوز هنا تي 2 وتي 4، بس الاقي نفسنا عشان اجيب 2 و4 محتاج الاول اجيب 2 اس و4 اس. بعد كده عايز يحسب الماس فلو ريت اوف ذا اير انترنج ذا كومبريسور، هو سواء الماس فلو ريت اللي داخل الكمبريسور هو نفسه اللي مكمل بعد كده عموما، فهو بشكل عام عايز احسب الماس فلو ريت وعايز يحسب الثيرمال افشنسي بتاعت السايكل. دي المسألة بمعطيات حل المسألة برضو. انت بتشوف درجات الحرارة انت بتدور عليها. طب انت بتدور على مين؟ بتدور على اتنين و... انت كده كده عندك واحد وعندك ثلاثة، بتدور على اتنين واربعة. طيب اتنين واربعة ما ظهروش الا في قانون مين؟ الكفاءة. ايه ده كومبريسور ايه ده تربن؟ لو جينا بس القانون بتاع ايه ده كومبريسور، انا عارف ايه ده كومبريسور وعارف تي واحد عاوز تي اتنين، يبقى لازم اكون عارف مين هجيبها من مين؟ من القانون ده. ونفس الفكره مع ايه ده تربن، انا عارف ايه ده تربن وعارف نقطه 3 وعاوز 4، يبقى لازم اجيب مين؟ 4 اس، اجيبها من القانون بتاع تي 3 مع تي 4 اس. يبقى الترتيب بتاعي هيجي كده، الاول هتقول تي 2 اس بتساوي تي 1 في الار بي بتاعت الكمبريسور اس كي ناقص 1 على كي، طلعنا هنا التي 2 اس. قانون الكفاءة بتاع الكمبريسور اللي هو تي 2 اس ناقص تي 1 على تي 2 ناقص تي 1. انت هنا حسبت التي 2 اس ومعاك التي 1 ولقيت الكمبريسور هنا جيفن بكام؟ 83%، يعني 83%، يبقى المجهول الوحيد هنا هو مين؟ هو تي 2. تي 4 اس بتساوي تي 3 على الار بي بتاعت التربينه س ك ناقص 1 على ك، طلعها. ايتا بتاعت التربينه تي 3 ناقص تي 4 على تي 3 ناقص تي 4 اس معايا تي 3 ب 1350 كلفن. الايتا تربن بكام؟ 0.87. تي 4 اس حسبتها، المجهول الوحيد هنا هو مين؟ هو تي 4. واضحه؟ جبنا دلوقتي 2 و4 وهنحتاجهم بعد كده في الخطوات الثانيه، لانك عاوز ايه؟ عاوز ماس فلو ريت. الماس فلو ريت يبقى هو مربوط بريت، والريت اللي جه كان جيفن عندي اللي هو مين؟ النت باور. لو جيت بصيت على القانون بتاع النت باور، هي بتساوي ام دوت في النت وورك. يبقى انت عشان تجيب الماس فلو ريت لازم تعرف النت وورك بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام، والنت ورك بيساوي شغل الكمبريسور شغل التربينه ناقص شغل الكمبريسور. يبقى انا احسب شغل التربينه بيساوي سي بي تي 3 ناقص تي 4 الحقيقيه، احسب شغل الكمبريسور سي بي في تي 2 الحقيقيه ناقص تي 1، اطرح الاثنين من بعض اجيب النت ورك بيساوي شغل التربينه ناقص شغل الكمبريسور، اعوض بيها هنا ومعايا النت باور، طلعت الماس فلو ريت. خدوا بالكم بس من حاجه، هو جيفن هنا النت باور دي بوحده ايه؟ ميجا وات، حولها لكيلو وات يبقى في 10 اس 3، وعوض عن ده بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام، يقوم يطلع ده بوحده ايه؟ كيلو جرام على الثانيه. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للام دوت. الايتا ثيرمال، ايتا ثيرمال بتساوي ليتا ثيرمال بتساوي النتورك وانا حسبته على ايه؟ والكيو ان بتساوي مين؟ سي بي، كيو ان هنا من 2
الحقيقية لغاية 3 يعني سي بي في 3 ناقص تي 2 وانا عندي درجات الحرارة والسي بي 1.5 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن بس مسألة صعبة طيب اخر حاجة بقى في الجاز تيربين ما عادش سيمبل فخلينا نتأمل كده ولو حد يقدر يقول لي ايه الحاجة اللي زادت يعني هو كان لغاية هنا كان تمام في بقى حتة كده اتضافت صح الحتة دي حصل فيها ايه اول حاجة ها ضاف حاجة كمان والغاز دخلها على تربينة تانية فخرج الشغل زيادة يعني هنا كأنه عاوز ايه عاوز يعظم التربين وورك واحدة واحدة عاوز يعظم التربين وورك يعني خلي التربينات او التربين يبقى في شغل اكتر طالع طب انا مثلا عندي التربينة محدودة خلاص اعمل تربينة تانية طب التربينة تانية دي تجيب شغل منين لازم الاول تضيف حرارة عشان تحول حرارة دي لشغل فلازم اضيف حرارة الاول العملية دي او السايكل دي بنسميها جاز تربين with reheat ان انت عندك الكمبرسور سحب الهواء دخله على الكومبشن تشامبر اندر كونستانت بريشر ضفت حراره الجزء الاول من الحراره بعد كده الغاز خرج راح التربينه الاولانيه دورها فخرج شغل التربينه الاولاني الغاز طاقته نزلت درجه حراره وضغط فانا عاوز ارفع درجه حرارته تاني عشان ادخلها على التربينه التانيه فهروح مدخله على غرفه احتراق تانيه بنسميها ريهيتر او بنسميها ريهيتر كومباستور كان غرفه احتراق تانيه اضيف له حراره وبعد كده درجه حرارته زادت اروح مدخله على التربينه التانيه يدورها فيطلع منها شغل فادواتي عندي شغل الكومباستور بس بقى عندي شغل التربينه زاد فالنتورك هيزيد لان النتورك عباره عن شغل التربينات كله ناقص شغل الكمبرسور طب التربينات زادت يبقى النتورك زاد لان هو نفس الكمبرسور اهو ده السايكل دياجرام لما نيجي نبص على العمليات اللي بتتم هنا عمليه انضغاط لو مثاليه يبقى ايزنتروبيك هنا عمليه اضافه حراره اندر كونستانت بريشر هنا عمليه اكسبانشن لو مثاليه يبقى ايزنتروبيك هنا اضافه حراره واندر كونستانت بريشر برضه هنا اكسبانشن ولو مثالي بايزنتروبيك طب من 6 لواحد عمليه نزل حراره اللي هي الايزوباريك بس انا ما رسمتش الهيت اكسبانشن الاخراني بس قلنا كانه موجود ماشي يعني كان السايكل دي مقفوله كده كده اهو في هيت اكسبانشن هنا بيوصل 6 لواحد اندر كونستانت بريشر يروح ساحب حراره كده اهوت كيو اوت فدرجه الحراره تنخفض من 6 لواحد معايا اتفضل ايه طب بس انا لسه هتكلم على البريشر دلوقتي اللي انا قلته في سؤال عليه طيب بالنسبه للبريشر بقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي السايكل بشكل عام بتشتغل ككمبريسور او كتربينات وازاي ده بيسلم لده وبرضه فكره ان الماس فلو ريت ثابت من البدايه للنهايه لسه موجود الضغوط بقى انا ليه محتاج اعرف الضغوط عشان عشان اقدر اعرف البريشر ريشيو بتاعت الكمبريسور والتربينات واقدر ارسم التي اس دياجرام في كام ضغط في السايكل ها افتكروا المعلومه اللي قلناها الضغط يتغير لو عديت على كمبريسور او تربينه غير كده الضغط ايه ثابت يبقى في كام ضغط ها 3 ولا 2 ولا 4 3 الهواء لما دخل الكمبريسور ضغطه زاد راح على الكومبشن تشامبر الضغط هنا ثابت فيبقى انا عندي في بي 2 واللي هو بيساوي ايه بي 3 ودايما الضغط اللي على مدخل الكومبشن تشامبر مدخل الكومبشن تشامبر بيكون هو اكبر ضغط في السايكل فيبقى ده الماكسيمم بريشر لما الهواء دخل التربينه الاولانيه الضغط قل الضغط قل فخرج على النقطه 4 فخرج على النقطه 4 مشي في الريهيتر الضغط ثابت يبقى انا عندي هنا مين بتساوي بي 5 اللي هو الضغط اللي تم عليه عمليه الريهيت
لما دخل التربينة التانية ضغط قل فخرج عند 6 وبعد كده حصل نزع حار كونستنت بريشر فبي 6 بتساوي بي 1 وده يعتبر فزي ما الضغط اللي بيدخل الكومبشن تشامبر هو اكبر ضغط في السايكل الضغط على مدخل اول كومبريسور لان ممكن يكون في اكتر من كومبريسور واحد بيسلم التاني الضغط على مدخل اول كومبريسور هو المينيمم بريشر وممكن في ضغوط بينيه زي الضغط اللي تمت عليه عمليه الريهيت ماشي طيب يبقى التربينه ديت الضغط اللي داخل ليها هو اكبر ضغط في السايكل اللي هي التربينه اللي استلمت من الكومبشن تشامبر عدل لكن التربينه دي استلمت عند ضغط اقل من الماكسيمم بريشر فعشان كده ساعات بنسمي كده اول تربينه خالص بنسميها هاي بريشر تربين اتش بي تي واخر تربينه بنسميها لو بريشر تربين ال بي تي وممكن لو في ثلاث تربينات يبقى هاي وميديوم ولو ماشي طيب البريشر ريشيو البريشر ريشيو الكومبوننتس دي شغاله عليها الار بي بتاع الكمبريسور بتساوي ايه ها انطقوا الضغط الكبير على الضغط الصغير يبقى الار بي بتاع الكمبريسور بي 2 على بي 1 يبقى ار بي بتاع الكمبريسور بتساوي بي 2 على بي 1 طب الار بي بتاع الهاي بريشر تربن لا ار بي تي 1 ها بي 3 على بي 4 طب الار بي بتاعت التربينه الثانيه بي كام 5 على 6 هل لازم ار بي تربن 1 بتساوي ار بي تربن 2 لا هل لازم يساوي الار بتاعت الكمبريسور لا ماشي بس في حاجه متساويه هنا وانتوا تبقوا تثبتوها مع نفسكم في البيت ان الار بي بتاعت التربينه الاولانيه في الار بي بتاعت التربينه الثانيه لو ضربتهم في بعض هتلاقيهم بيساووا الار بتاعت الكمبريسور وممكن نثبتها ماشي بس مش قصتنا دلوقتي دي حاجه طب الار بي بتاعت السايكل اللي هي بنسميها السايكل بريشر ريشيو او الاوفر اول بريشر ريشيو بتساوي مين على مين ماكسيمم بريشر على مينيمم بريشر عموما في المطلق الماكسيمم بريشر هنا اللي هو هنا مين اللي هو 2 او 3 المينيمم بريشر 1 او 6 في الكيس ده هيت الار بي اوفر اول بتساوي مين لا بتساوي الار بتاعت الكمبريسور لكن ما بتساويش دي ما بتساويش لكن سواء حصل ضرب الايه الار بي تربن 1 في الار بي تربن 2 فهمتوا الشبكه دي طيب لما اجي ارسم التي اس دياجرام على اعتبار ان السايكل مثاليه وان الكمبريسور والتربينه الفعاليه بتاعتهم او الكفاءه بتاعتهم 100% كفاءه 100% يعني كل الخطوط بتاعه الكمبريسور والتربينه خطوط ايه راسيه فيبقى الكمبريسور اهو من 1 ل 2 الضغط زاد اهو عمليه ايزنتروبيك كومبريشن ودرجه الحراره زادت معايا وراسي لانه مثالي طيب في العمليه من 2 ل 3 عمليه ايه اضافه حراره اندر كونستانت بريشر يبقى خط اهو ماي طيب بعد كده من 3 و 4 ايه اللي حصل اكسبانشن الاكسبانشن ده ايه ايزنتروبيك يبقى الضغط هيقل ولو العمليه مثاليه يبقى الخط ايه راسي يبقى ادي من 3 ل 4 ايه اللي حصل من 4 ل 5 اضافه حراره اندر كونستانت بريشر يبقى خط ايه برده خط مايل خط مايل اهو ويمشي في اتجاه زياده درجه الحراره يعني كان ده خط الماكسيمم بريشر كان ده خط الريهيت بس ده تحت ده لان الضغط الكبير فوق الضغط القليل تحت منه خطوط ثبات البريشر خطوط مايله كده ماشي يعني كان التي اس دياجرام لو انت هترسم كذا خط بريشر يبقوا ايه كده فاهمين قصدي طيب يبقى هنا من 4 لغايه كام من 4 لغايه 5 ساعات ممكن يروح مشغل الريهيتر بحيث ان اي نعم انت شغال على بي 4 بيساوي بي 5 اقل من بي 2 وبي 3 لكن ممكن تروح جاي اعمل ايه تخلي الريهيتر يشتغل فيزق درجه الحراره على الضغط اللي هو بي ريهيت اهو لغايه ما يوصل الغاز ان تي 5 بتساوي تي 3 يعني كان مدخل التربينه دي ومدخل التربينه دي لحظه اللي هي 3 و5 اي نعم ان هم على ضغوط مختلفه
لكن شغلتهم على نفس درجة الحرارة ممكن أعمل كده، بس هو لازم يقولي في المسألة. فاهمين قصدي؟ بشكل عام في ثلاثة في خمسة وخلاص، والاثنين على ضغطين مختلفين. إيه اللي يحصل بعد خمسة؟ تربينة تانية. لو مثالية يبقى الخط إيه؟ يبقى الخط رأس. يبقى من هنا لغاية كده أهو أدي نقطة كام؟ ستة. وبعد كده من ستة لغاية واحد بيحصل إيه؟ نزع حرارة under constant pressure. خط مائل هيوصل من اللي فين؟ من ستة لغاية واحد أهيت كده العملية الأخرانية. Gas turbine with reheat. السايكل دي برضو أيديا. لأن الخطوط رأسية هنا في الكمبريسور والتربين. ها بسرعة بقى كده. لو عايز أحسب شغل الكمبريسور، شغل الكمبريسور CBT2-T1. شغل التربينة الأولانية CBT3-T4. شغل التربينة الثانية CBT5-T6. فبالحرارة المضافة في الكمبريسور تشامبر الأولانية CBT3-T2. الحرارة المضافة في الريهيتر 5-4. الحرارة المضافة الكلية مجموعة الاثنين. معايا؟ زي ما شغل التربينات الكلي مجموعة الاثنين برضو. طب الحرارة المسحوبة CBT6-T1. طب النتورك شغل التربينات كله ناقص شغل الكمبريسور. طب النت هيت ترانسفير الكيو ان كلها ناقص الكيو اوت. طب الكفاءة الحرارية النت وورك على الكيو ان. فاهمين الباترن ده؟ بتكرر اهو بقى، مش صعب الموضوع، مش قوانين بقى. ماشي؟ طيب اخر نقطة، والله اخر نقطة. ماشي؟ لا رسمة بس هغيرها. التي مع الار بي اقدر اقول هنا تي 2 على تي 1 بتساوي ار بي كومبريسور والسكي ناقص 1 على كي. تي 3 على تي 4 بتساوي الار بي تربن 1 والسكي ناقص 1 على كي. تي 5 على تي 6 بتساوي الار بي تربن 2 والسكي ناقص 1 على كي. طب لو التربينات والكمبريسور مش مثاليين الرسمه دي هتتغير ازاي؟ ده كله بقى مسار ايه؟ نظري مش بيتحقق. بقت النقط دي اسمها ايه؟ 2 اس 4 اس 6 اس. واللي يحصل ايه بقى؟ اهو الكمبريسور هيخرج كده نفس الضغط بس درجة حرارة اعلى. ها التربينة بقى تخرج نفس الضغط بس درجة حرارة ايه؟ اعلى، لان 4 اكبر من 4 اس. هنا لازم نمد شوية، فده لما يتمد كده دي 4 اس سوري دي كام؟ 6 اس. 6 الحقيقية على نفس خط الضغط لكن بدرجة حرارة اعلى. شفتوا الرسمة؟ والعلاقة بقى دلوقتي اللي هي بتاعت تي على تي بتساوي الار بي والسكي ناقص 1 على كي تنطبق على نقطة الخروج النظرية. طب لو عايز اكتب قانون الكفاءة بتاعت الكمبريسور، ايه ده كمبريسور هتساوي ايه؟ بصوا لو انت بدل ما تقعدوا تفكروا هو مين النظري ومين الحقيقي ومين اكبر ومين اصغر، بصوا لو انت راسم الرسمة دي صح خد الفرق الصغير على الفرق الكبير. يبقى في الكمبريسور هيبقى مين على مين؟ 2 اس ناقص 1 على. طب في التربينه الاولانيه الصغير على الكبير، الفرق الصغير على الفرق الكبير. يبقى كفاءة التربينه الاولانيه ايه؟ 3 ناقص كام على. ويبقى هنا برضو كفاءة التربينه الثانيه تي 5 ناقص تي 6 على تي 5 ناقص تي 6 ايه؟ اس. ونحل بقى نكمل بقى ان شاء الله.